في اسبانيا نجم منتخب مالي، ده بطل العالم بقى، ده بقى بطل العالم في اخر بطولة كاس عالم، هو ايده الى محمد سعدون الكواري النجم القطري والاعلامي القطري الكبير. لكن ضاعت راحت نجيب العلوش حاول، ودي فرصه من جديد. يا ولد الله عليك صالح فاضل ينجح في ان يسجل هدف التعادل لتصبح النتيجه 2 بقيمه ابو تريكه. دائما وابدا ما ينادي عشاق بي الساحر ابو تريكه من جديد على طول تعمل الله. الكابتن عبيد الشمري، نعم هو الكابتن، هو القائد، هو الاكبر، هو احسن لاعب في افريقيا 2008، هداف كاس العالم للانديه في 2006، هداف ابطال افريقيا من قبل، هداف الدوري من قبل، في نفس الوقت اللي ينجح عبيد الشمري اللي صنع هدف لابو تريكه ان يثبت قيمته ومهارته وامكانياته وقدراته. وصالح الفاضل وابو تريكه وسعدون، يا لعيب بطل العالم، بطل العالم لكرة الصلاة، والمتعة لها عنوان، عنوانها أصدقاء أبو تريكة. أبو تريكة مرة، إيده مرة، محمد سعدون الكواري مرة، عبيد الشمري مرة، زيدان مرة، ونزل دلوقتي سيف ابني أبو تريكة هذه المرة.